فالقضية رئيسية صارت في ذاك الوقت، ولحسن الحظ صار التقليد بالقبول حسب ما ذكر لي مدير الكلية في ذاك الوقت، أنه سأل إيش قد تريدون تقبلون، قال رتبت الأسماء حسب المجموع، يقولون 120 هو كان مسيح من عقرة المرحوم فتح الله عقراوي، يقولون 120 أخلي خط تحت 120، الفوق الخط مقبول تحت الخط ما له دور، بدون حساب اشقد عربي اشقد كردي اشقد مسيحي اشقد يهودي، كانوا يهود كثيرين معنا بالدراسة. ولذلك صارت دراسة 7 سنين عندنا، دراسة عملي ونظري متنوع، يعني مستوى الدراسة كان مستوى عالي. ولذلك الزملاء اللي راحوا لإنجلترا كانوا يقبلون في كل مكان سواء للدراسة أو للعمل بدون تمحيص، مجرد أنه من كلية الطبية العراقية لها سمعة طيبة جدا. تناقشنا في السابق من خلال مجموعة تاريخ العراق حول موضوع معاملة اليهود وفيما إذا كان يسمح لهم بالدخول في الجامعات أو في الجيش، فأرجو إعطاء نبذة مختصرة عما كان يحدث في كلية الطب آنذاك. لم يكن هناك قيد على قبول أي عراقي في أي دراسة على قدر ما أعرف إطلاقا، بالذات بالكلية الطبية ما كان هناك تقييد مطلقا. كان هناك تقييد قبل هذا الإجراء مع المعدل والمجموع، أنه بموجب المعاهدات والشروط اللي وضعت على دخول العراق في عصبة الأمم أن يحافظ على حقوق الأقليات، ولذلك كان هناك عدد معين لنواب اليهود ونواب المسيحيين في مجلس النواب، وطلبوا أن يكون قبول الطلاب في الكليات منسجم مع هذه النسبة، لكن هذه النسبة كان يجري تجاوزها خصوصا بالكليات العلمية واستمر تجاوزها. فكانوا اليهود يقبلون في كل مكان حتى في خدمة الاحتياط ويمنحهم رتبة. كيف نقيم حقوق الأقليات في العراق قبل اتفاقية وشروط عصبة الأمم؟ هل كان العراقيون يتحيزون ضد الأقليات قبل ذلك؟ لا، أنا أعتقد من اللي شفته من في المجتمع عموما أنه لم تكن هناك قيود إطلاقا، ليس بسبب الشروط التي وضعتها عصبة الأمم، لأن المجتمعات العربية والإسلامية التي عاش فيها اليهود قرون طويلة سواء في العراق في مصر في إسبانيا، كان اليهود يتمتعون بامتيازات كبيرة، ليس اليهود فقط، المسيحيين أيضا، يعني من نقرأ تاريخ وخصوصا تاريخ الطب نجد كثير منهم من اليهود والمسيحيين كانوا أطباء، وقسم منهم كانوا أطباء للخلفاء والحكام،
فما كان تقييد ابدا. كنا نروح نلعب ويا اولادهم واولادهم يجون لبيوتنا، نفس الشيء. المجتمع كان مجتمع منسجم